اسمي آيات، عمري 30 سنة، خريجة تربية رياضية، حالي مطالبة الدراسات، عمل مدرسة على مدار 9 سنوات، ناشطة مدنية في مجال عمل بناء السلام ودفاع عن حقوق المرأة. ما شاء الله. واليوم وياكم يا أهلا وسهلا. بالعكس احنا اليوم فرحانين، أنتي وأختك والأخ والاثنين علي وحسين. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا آيات، وروني الاسم. رامي نتي أكرام، العمر 29 سنة، خريج تربية رياضية جامعة صلاح الدين أربيل، ومعيد حاليا بالجامعة، ومن هوايات الرياضة بشكل عام بالبادمينتون بالأخص. أها نعم. يلا إذا خلنا نروح على السؤال. السؤال الأول، إذا السؤال الأول بيه 6 احتمالات. السؤال يقول: اذكر حروف عربية لا يتصل بعدها حرف عند كتابتها. يلا روني. ألف. الألف. الهمزة. خلينا نشوف حرف الألف. نعم حرف الألف موجود. أقوى احتمال الألف جاء بالاحتمال الأول. قرر نجي وياكم لو نروح وياهم. ها يلا نكمل. فضلوا يلا أخذ آيات. إذن سونيا ركزوا زين، أنتوا أيضا اسمعوا السؤال، ترى أعيد أكثر من مرة. اذكر حرفا عربيا لا يتصل بعده بحرف عند كتابته. أوكي. حرف واحد. اجى الالف. الهمزه. الهمزه. الهمزه خطا. مارك. التاء. التاء. تاء. تي. تاء. تاء. تي. التاء حرف التاء. والخطا الخطا الثاني، من حقكم ان تتفقون، تشاوروا وتفقوا على حرف واحد. اوكي دانا. الراء. 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 نعم الراء. والالف ما يجي بعده يتصل. اذكر حرفا عربيا واحدا لا يتصل بعدها بحرف عند كتابته. حرف دال. حرف دال. دال. حرف دال. الدال. نعم الاحتمال الثاني. سونيا شو تقول؟ حرف الزاء. حرف الزاء. نعم باقي احتمالين. الزاي باقي احتمالين. مارك. الذ. 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 الذال والداء. خلينا نشوف. نعم برافو. باقي احتمال واحد. الواو. 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 نعم برافو برافو. اخذوا اذا اخذوا او كل الاحتمالات واخذوا درجه كامله 100. اذا خلوا نروح يا اعزائي المشاهدين الى الجوله الثانيه والسؤال الثاني، فانتظرونا.